صباح الخير عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. رجعوا فيديو جديد او فلوج جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نمشيو لواحد العراسيه، وقلت علاش لا ما نديكمش معايا. انا باقا ما وجدت والو، وجدت غير شي لعيبات باش اليوم ما نوحلش. البارح مشيت صايبت شعري في الليل كيف شفتوا في الاول ديال الفيديو، ولصق الدفران اوريكم. عجبوني هاد المرة لصق زوين. تمن التكشيطة باقا ما اختاريتهاش، الحداش دابا يلا العشرة، الحداش عاد غادي نمشي نختار التكشيطة ورجع في حالاتي باش نماكي وتجي عندي صاحبتي تاهي ماكي ليها. اذا كيف العادة ما تنساوش ابونو في لاشين، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي ارائكم في تعليقات اسفل الفيديو. بيزو. المهم فكرت شوية، صاحبتي اصلا باقا ما كايناش، باقا ما جاتش عندي، مشات الحمام. ديك النهار شفتوني في الاسبوع كنت درت ليه بابي ليزمن هنا من جد، داكشي ما بغيتش ندير بوكلاج، قلت غادي نجمعو كتر كنت كنديرها شحال هادي، وندير ليه بوكلي غير من التحت باش ملي غادي نطلقو غادي تبوكلي غير من هاد اللعيبات. جاكم هذا؟ هذا حمقني، هذا هو الاول اللي يلا قيست صراحة. تلفت كاينين بزاف تكاشط مع عزيزة، والله تجيك التلفة. شوفوا هذا كيداير، كيحمق عرفتي، داير بحال لافو. المهم انا قيست هذا، غادي نقيس دابا هاد الشيبي ولا البيستاج ونشوفوا ديك الساعة شنو غنلبس. هادي سطاتني، وكاين واحد القفطان اخر خضر هو الاخر اللي غادي نقيسو، هو اللي اصلا ضربت عليه العين من الاول. هادي حمقاتني والصراحه حرت ما بين هادي والقفطان الخضر. لا انتي اللي غتقول لي يا عزيزه تما خضر ملاكي، الخضر ملاكي كلهم جاو معاك، مزيونه وفنينه كلشي يجي معاك تبارك الله ما شاء الله. يا واحد خليه الزين راحتي ليه بعد يلبسها يجي عليه. تبارك الله ما شاء الله. سفيرة القفطان المغربي. هلا لك انت. لك انت. هادي مع الدراري بحال دايما تستخوتي موت. تبارك الله ما شاء الله. وقولي لي يا اختي واش غدير لك الحجاب ولا ما عرفتش. كاين هاد المضمة وكاينة مضمة خضراء، وقيلا نجرب الخضر. قالت لي انا الخضراء غادي تجي حسن. خضر 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 واش غادي تشدي هذيك ولا هاد؟ وقيلا غنديرها. ايوا خطير. عرفتي فاش عجبني هذا القفطان؟ توبو طيح. وكلاس. توبو طيح. شي حاجة مخزنية. حق الله يا البنات، انا ما
عندي زهر ديما انا معطله ديما. دابا جوج قلق سمين العرس بدا مع الوحده. يا سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وعزيزه وتنوضي تقعدي سربي دغيا. من الصباح وانا فاتحه ماما جيبيني، راني تعطلت 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 في الاخر القاعه خاويه كتصفر. Thank you.